كيف ما تشوفوا حنا تنتواجدوا الان بالمحطه ديال التلقيح اللي التكريات بالنسبه لي بروفيسيونيل ديال المهنيين ديال وزاره الصحه. هنا هذه المحطه خاصه بالتلقيح ديال المهنيين ديال وزاره الصحه لي بروفيسيونيل ديال السونتي. دونك حنا بدينا اليوم في الجرعه الثانيه كما تشوفوا. لحد الان الامور تدوج في ظروف جيده، لم يتم تسجيل اي مضاعفات خطيره باستثناء بعض المضاعفات الطفيفه. الامور تدوز في ظروف جد مهمه مخيره. حنا بدينا لا دوزيام فاكسيناسيون اليوم، لا دوزيام بريز ديال الفاكسيناسيون. حوالي ما يفوق 400 ديال لي بروفيسيونيل اللي استافدوا من الجرعه الاولى، وها هما بدات اليوم ان شاء الله تعطات الانطلاقه ديال الجرعه الثانيه. الامور غاديه في احسن ما يرام، وتناشدوا جميع المواطنين باش يساهموا في انجاح هذه العمليه، لان تبقى هي الحل الواعي باش ان شاء الله نخرجوا من هذه الجائحه. اليوم تنقوموا بتلقيح الجرعه الثانيه الموظفين والاطباء ديال المستشفى الجهوي، والحمد لله كان اقبال كبير من طرف الممرضين والاطباء والموظفين. كما دازت الدوره الاولى بنجاح وكان كل شيء فرحان، الحمد لله. تنتمناو حتى هذه الدوره تدوز بخير وعلى خير، بلا مضاعفات بلا والو. اليوم جينا باش ناخذوا الجرعه الثانيه بعد ما خدينا الجرعه الاولى، فالامور كما كتشوفوا راه داز مزيانه. خدينا الجرعه الثانيه باش نديروا واحد الحمايه، واحد المناعه، وتنطلبوا من المواطنين باش حتى هما يديروا التلقيح باش تكون واحد مناعه جماعيه، وكنتمنى من الله يحيد عنا هذا الوباء. الحمد لله درنا الجرعه الاولى، دازت مزيانه الحمد لله. كانت بعض الاعراض ولكن طفيفه، ماشي طفيفه الحمد لله. ودابا راه بدينا في الجرعه الثانيه، وتنطلب من الناس يتشجعوا ويديروا التلقيح، لانه في صالح الناس وفي صالح البلد باش هذا الوباء نقضيو عليه بصفه نهائيه.